السلام عليكم ومرحبا بكم على www.kitab.org لو بلوغ اللي نحكي فيه اون كرونيك اون فيديو على الكتب اللي نقراهم. معكم فارس بن سويرح واليوم اخترت لكم كتاب ديجا حكيت عليه في برنامج انحياز برنامج الروائي كمال الرياحي على الاذاعه الثقافيه لكن حكيت عليه زاد اون كرونيك على www.kitab.org. المره هذه باش نحكي على كاتب تونسي يعيش في باريس هو مهندس ديجا كتب دو رومان لكن الرومان تاعو هذايا عمل سكسي كبير برشا لما أردن باش نكتشفوه مع يمن مناعي إديسيون إليزاد مازال كيتحصل على لو بري دو لا فرانكوفوني دي 5 كونتينون et d'autres prix et déjà Jean-Marie Gustave Leclésio le prix Nobel littéraire français قال عليه اللي هو كاتب كبير en même temps كتاب ولا roman يعمل 66 كيف انا الرومان هذايا ça m'a beaucoup touché bravo Elizad على l'édition هذايا شو محلي الكوفرتور الشمع نتاع النحل Le personnage principal, qui est Don, faut que l'écriture femme ou femme nahla. Ça nous rappelle un petit peu le corsaire, hein, qui faut que tu vois babagayou, la talqa grab, malgré des femmes nahla, qui est un insecte, qui a mal qui, qui atteint la salle, qui est chiffé les colidés, qui m'en a fou. Les biscabous, chercheur, tonseur, tonsimier belmier, l'identité interne, موجودة déjà à couverture, dans le roman hebe. Yemin Menei. اختار انه يعلمنا الحياة بطريقة اخرى يخلينا نخمو ونعيشو الحياة متاعنا بطريقة اخرى عن طريق المعيشة متاع النحل الدون اللي هو اصيل فيلاج اسمه نوي هكا سميه يمن المناعي اختار انه ينعزل على المجتمع اللي عايش فيه يطلع للجبل يعيش في داره ويعيش مع بناته شكون هم بناته؟ النحلات متاعه نهار لقى بناته ديشكتي لقى الريش متاعه انفاي ما فهم حتى قاعد يعس ليل ونهار هشنية هالحكاية هذية متاع البيوت نحل متاعو اللي هما صار لهم مساكر كبير 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 الحكاية تبدأ في البحر يخت فيه أمير عربي والحاشية متاعو يروح من سردينيا لبورت سيدي بوسعيد جايب كراذن فيهم برشا مساعدات الحزب معين في تونس الحزب هذايا باش يعمل حملة انتخابية باش يمشي لفيلاج نواه ويهز الكرادن هذوما ويوزعهم على الناس على أساس أنهم ينتخبوه. كان في لقاء مع واحد طلياني اسمه سيلفيو اللي هو عنده أنشطة غريبة شوية. أو ميم تون سانو غابيل أن بيرسوناج معروف في الحياة متاعنا طلياني. الحاجة اللي مستني كي شنيا علاقة الدون بالنحل؟ شنيا علاقة الدون بالمجتمع اللي داير بيه؟ كيفاش نجم تعمل علاقة مع حشرات ولا مع ديزانسيكت ولا مع حيوانات تكون أقوى من علاقتك مع البشر على خاطر يبارتاج با لي ميم فالور نتاعك ولا عندهم رؤية أخرى للمجتمع. كارثة صارت للدون جاتو من برا في الكرادن هذوما مانيش نقول لي ديتاي شنو كان في الكرادن اللي تسبب في قتلان الحل نتاعو ولكن سا نو رابيل أوسي دي هيستوار مهمين برشا نتاع واحد يتغرب في بلاد بما انه مشى لبلاد عربية هو وخدم غادي كان حل وشاف كيفاش العباد تستغل في الثروة هذية في حاجات أخرى مش في ماكلة العسل كهو حكاية أخرى تهزنا للجابون بما أنه مشاو يلوجوا له في حل في اليابان بما أنه النحلات اليابانية لقاو حل ضد الحاجة اللي قتلت النحل التونسي حاجة مستني برشا خاطر فما بروجيكسيون كبيرة ياسر نتاع حكاية النحل حكاية الدون وحكاية الأحزاب والسياسة ما بعد الثورة وقبل الثورة أو ميم تون في حياتنا اليومية وعلاقاتنا الإنسانية برافو يمن مناعي ننصحكم تقرأوا الكتاب هذا ان رومان كي سو لي اون اون نوي و جو بونس انه يمن يفا تراسي اون روت اكسترودينير اون طونك رومانسيي انا ننصحكم شو تقرأوا الكتاب هذا لا ما اردون وتفهموا شنو هو الفينومين بتاع لا ما اردون اللي هو ان فينومين نجم تستعملو انت كشخص باش تنجم تعيش في وسط مجتمع متقلب وعنده دي فالور ديفيرونت عنده برشا حاجات تخليك يمكن انت تبتعد عليه لكن يفودري سيرفيفر هذا هي الفلوج بتاعنا لليوم تلقاوه على www.kitab.org تدخلوا زاد على القناه اليوتيوب وتعملوا سبسكرايب بارتاجيو الفيديو هذايا برشا ان شاء الله نلقاكم في موعد اخر وشكرا اللي تتابعوا في القناه هذايا وتسمعوا وتتفرجوا في هذه الفيديو هذو باي باي تشاو تشاو